مرحبا يا احلى عائله بالدنيا. اليوم الفيديو شو اليوم تسلم عليهم كيفكم شو اخباركم. رجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو اليوم رح اعمل ردة فعل على صوري القديمه، فاليوم الضحك مستمر لاخر الفيديو. اذا انت جديد بالقناه لا تنسوا تضغطوا على الزر الاحمر اللي تحت اللي اسمه سبسكرايب، وفعلوا الجرس مشان يوصلكم فيديو القادم، يعني فيديوهات القادمه، وتضغطوا على الرابط في قناة الاحتياطية مشان إذا صار مشاكل بالقناة يكون عندي قناة احتياطية تضغطوا عليها وتشتركوا بقناتي الثانية. يلا على أول فيديو أو أول صورة لإلي من الماضي. فيلا قبل ما نبلش بالفيديو، إذا بدكم بالفيديو الجاي أعملكم ردة فعل على الشبيه الأربعين، يعني 40 شبيه. أنا عندي كم شبيه وكتير بيشبهوني لدرجة، فقولوا لي بالتعليقات ودخلوا على إنستغرام إذا شفتوا شخص بيشبهني ابعتوا لي الصور مشان أشوف إذا بيشبهوني ولا لا وأعمل ردة فعل عليهم. فعلى الفيديو مشاهدة ممتعة. أول صورة هاي من 2018. بس طلعوا على المنظر تبعي. اعمل هالحركة وطلعوا كلهم لابس، يعني انا ما رح احط الكل بس طلعوا كلهم لابسين احمر. رح ورجيكم صورة كلها كلهم لابسين احمر. ما كان عيد الحب، كان يوم الجمعة. الحركات انه اخر ستايل. رح اروح على الصورة اللي بعدها. يوزع قصفة أم جبهتي. صور دي هلا عم بتصورهم إضاءة وهاي وهالشغلات، لأنه في واحد بتطور مع بعض. رح أورجيكم إياها. بس طلعوا على حركات الرومانسية. وهاي كمان كانت يوم جمعة، بس جمعة من أيام لأنه إحنا بنطلع يوم جمعة عطلة. طلعوا على الحركات. ولا شو في بإيدي؟ في هاي عصاية سيلفي تبع زمان. يو انا كنت مقتنع من حالي وانشرهم على الفيسبوك. منيح طلعت فضيحة من حدا يطلع. لا هاي قصف جبهات. استنى اقلد لكم اياها. شو هيك انا عامل؟ فضايح فضايح. طلعوا بس طلعوا. يو وشغلين نار وحركات. طب ليش كل صوري هيك؟ شوف هاي كلهم من نفس الصور بس رح اورجيكم اياها. قاتل حدا من عيلته هربان. لا هاي وين كنا؟ كنا رايحين على النهر نسبح، بس رح اورجيكم بس منظري. يا بيي وكنت مصدق نفسي. لا وسمنان. هن رح يطلعوا هون بس رح اورجيكم اياها لانه ردت. لا وطلع يا انا لك كان شوي طالع لي شوارب. رح اورجيكم الصوره اللي بعدها. هاي مو كتير واضحه بس رح اشوفها. كنا لاحين على نلعب بس طلعوا على الستايل. الكنزه زرقاء، البنطلون اخضر هيك عسكري، والبوت ابيض. شي روعه. قصف جبهات. لا ومصدقين نفسنا. طلعوا على هالصوره. شعري هيك منكوش وعامل هيك حركات الفن. عارضين الازياء. ولا وطلعوا بشيبتي في السيلفي تبعي وبوط لونه اخضر. شو هاد القرف ده؟ الصوره اللي بعدها اللي راح تخسف جبهتي. امبارحه انا فرصه بس ما مبين بس هيك عامل. راح اقلد لكم. استنى شلون؟ لا ايه ده يا اختي؟ ده القرف كله انا؟ فراح نشوف الصوره اللي بعدها. لا هي كيوت. شو كيوت؟ طلعوا الأناقة والشخصية. لكن بعجبكم أنا. في عندي صور فضايح هلا بورجيكم. هاي حلوة كتير حلوة هاي والله العظيم. شوف الشياكة والأناقة، هاي اللفحة السوداء، الكنزة الفضية هيك جردونية. وين أنا؟ بقلعة حلب. كتير حلوة هاي الصورة بتجنن. هاي لا هاي يمكن ما أحطها على الشاشة. يعني في فرق بين قبل وبين هلا. وحط على طلعه هربان من العدل.
هاي الصورة قبل 2017، رح اورجيكم صورة 2018. شوف التطور، ها شوف الأناقة الشياكة، لكن وهاي فضايح اصلا. اذا شفت حالي بالشارع ما بعرف مني طلع، هاد انا بس طلعوا شياكة 2019. هاي الشياكة كنزة فضية فوق جاكيت، شي بجنن. وهذا فيديو خالي بعت لي من زمان، عش هيك بس طلع على الوقفة اللي واقفة هيك. شو هالقرف يا مصطفى، انت فضحت حالك لحالك. صور فضايح، لسه في عندي صور انا. خلصنا الفيديو هون، خلصت الصور كان كتير حلوين. فلهون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد، وتحطوا لايك للفيديو، واذا انتم مو مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة، واللي وصل لهون يحط لي 8 قلوب تحت مشان اعرف في ناس بتوصل معي لهون بتستمتع. وشو بتكون افكار حطوا لي بالوصف او بالتعليقات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة اللي بالوصف اللي مكتوب عليها القناة الاحتياطية.